الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي إطار سلسلة صورة من مغربي لم تروها من قبل. سعيد جدا أنني نتقاسم معكم هذه الصورة الجميلة والرائعة من واحد البتي فيلاج سميتو كروشن. هذا البتي فيلاج ضواحي خنيفرة، فيلاج صغير لكن تبارك الله فيه من أسباب العيش ما يكفي السكينة. أنا يا مرتاحة مع راستها. كنصور لكم هذا الفيديو هذا من قلب مدينة كروشن، في واحد الجردة صغيرة، جردة تبارك الله منمقة جميلة ورائعة، بالكراسة ديالها بالمسائل ديالها. دونك الإخوان، هذا مكان كروشن، هي واحد المنطقة كتنتمي للأطلس المتوسط، حابها الله بواحد الطبيعة رائعة. الجو اش غادي نقول لكم، اللسان يعجز. تبارك الله، فيلاج واحد الفيلاج صغير، ما جاي نقول لكم تقديري الشخصي، زعما كنقول انا واحد 3000 ولا 4000 ديال الناس معنا، يا ما ديباسيها شيء، الله اعلم. النشاط الاقتصادي هنايا كما هو شأن جميع المناطق المجاورة هنا، والرعي ديال الماشية، كاين فلاحة بورية وكاين كذلك فارم، كاين الناس كتسقي زراعات مسقية بحال البطاطا بحال الى اخره، نتوما فاهمين الاخوان. وهادشي اللي عطل الله، دابا انا في واحد الجردة، غادي نبقاو نتزنوا على داك الجردة تا دار فتاه على شي جردة فعلا تركه، او لا حنا راه ما غاديش نسكتو. ها نتوما واحد الفيلاج صغير فيه واحد البتي جردان رائع، طبيعة تبارك الله، واحد الجو جميل. واكو بروكسيميتي هنا كاين واحد الملعب صغير ديال كرة القدم، ملعب جيد، ممكن بنادم يلعب فيه كرة القدم مزيان، واخا ما كاين لا عوش بلا والو، ولكن زعما بخير وعلى خير تلعب هنا الكرة، يعني بطريقة مزيانة. على كل حال، ايوا هادشي اللي كاين الاخوان. منطقة جات تبارك الله بين الجبال، منطقة رائعة وجميلة جدا، الجبال دايرة بهاد المنطقة هادي، كيكون هنا الثلج. كتير من الناس كيعرفوا غير ازرو، افران، موزار، لكن مناطق بحال هذه يعني قليل اللي كيجي لها. وهاد المنطقة راه قريبة من هنايا، قريبة لخنيفرة بواحد 50 كيلومتر، وبين خريف خنيفرة وهاد المنطقة راه كاين داك اكلماماس كزا، كاين القباب، كاين يعني موجود ما يتشاف. هاد البلاصة هاد كروشن الا بغيتي تجي ليها، كتجي على تيم حضيت ولا كدير الطريق ديال خنيفرة وكتدخل. معيشة هنا رخيصة، معيشة هنا باطل، تعيش باطل هنا، يا تبقى الموظف ديال 3000 ولا 4000 درهم بار موا، راه غادي يعيش هنايا مبرع مع راسه. والكرا هنا رخيص، على بورتي هنايا 400 درهم، 500 درهم، تكري دارك انت قداش، وتعيش زعما تعيش مزيان. ايوا هادشي الاخوان اللي كاين، كنحاول نبارطاجي معكم شي حاجة ما عمركم شفتو. انا متأكد بانه اغلبكم ما عمرو شاف المنطقة، اللهم الا كان شي ابن المنطقة هنايا وصل، اما زعما شي واحد زعما جا كيقلب على كروشن يجيو يزور كروشن، لا اعتقد ذلك. على كل حال، الهدف هو اننا نعرفوا بالمنطقة ونتقاسموا معكم الصور اللي كنشوفوها. دونك الاخوان، انتم كتشوفوا صورة رائعة تبارك الله مزيانة. بالنسبة للانسان اللي كيعشق الطبيعة، الاطلس المتوسط بصفة عامة مكان مناسب جدا للترفيه عن النفس والترويح عنها والهروب من داك المشاكل الحياتية اللي كيعيشها الانسان. انا اعتقد في جميع المدن المغربية كاين واحد السيستيم، واحد الماتريكس يعني مركب جميع المدن، وبالخصوص كازا، يعني النهار كيدوز ما كتعرفوش كيفاش كدوز. هنايا الامور
أكيد هتكون هنا تقيل، الوقت يمر يعني بواحد الطريقة تقيل، وكتحس بالوقت في المدن الكبرى ما كاين غير جري عليا جري عليك، والفتنة ولا إله إلا الله. زعما بالنسبة لشي واحد روتريتي زعما ومرتاح مع راساتو، والله العظيم إلا مثل هاد المدن الصغرى أقسم بالله العظيم إلى النعيم. هذا ما كان حتى بالنسبة زعما للشباب، زعما فين كاين المشكل دابا؟ إلا شاب مثلا هنايا مثلا دابا ما كيبقاش المشكل، كاين الانترنت، كاين الانسان يقدر يقرا في انترنت سون بروبليم، فين كاين المشكل؟ والمهم على كل حال، منطقة رائعة، الدخلة ديال كروشن راه هي هادي، تبارك الله الخضورية والجمال في أبهى صوره، هادشي اللي كاين، الماء والعذب والطبيعة الخلابة. والله العظيم إلا كيقول لي خاطري كاع نقول الشعر بكثرة هاد الجمال وهاد الهدوء وهاد الشيء اللي كاين الإخوان. المهم أنا كروشن تاهي غادي نزيدوها سيدي، تبقى عندنا في لاشين مرة نبقاو نصفحو الذكريات، مررت من هنا ومررت من هناك، هذا هو البليزير اللي عندنا في هاد لاشين، راه ما كاين تا وزة. هاد الشيء اللي كاين الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.